السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صيامكم وأعمالكم. جئنا لكم بقصة تنموية جميلة، ألا وهي أزرع جميلا. كان هناك شاب متفوق في الدراسة، وكان وضعه المادي صعب، فاضطر إلى العمل بعد المدرسة في بيع بعض الأغراض التي كان يأخذها من المتاجر ويذهب بها ويدق البيوت وعرضها عليهم. لم يكن هذا الشاب ينفق الكثير من المال على نفسه، فكل شيء كان يذهب للتعليم والكتب وبعض الدورات حتى يضمن نجاحه الدراسي، فقد كان مدركا أن المخرج الوحيد من كل هذه المشاكل التي يعيشها هو التفوق في دراسته والحصول على شهادة عالية. وفي يوم من الأيام إخواني، لم يستطع الوقوف على قدميه من شدة التعب والجوع والدراسة والقلق وما شابه ذلك، فحاول التجلد والتصبر وأبى أن يطلب المساعدة، لكنه لم يستطع، فقام بدق باب أحد البيوت، فخرجت له امرأة وقالت له: ماذا تريد؟ شعر هنا الشاب بالإحراج الشديد، فلم يطلب الطعام، وقال لها: أريد كأسا من الماء لو سمحت. نعم، نظرت إليه المرأة وإلى وجهه، فأدركت أنه جائع وخجل من السؤال، فخرجت إليه عائدة وجاءت معها إخواني قطعة من الخبز وكأسا من الحليب وقدمته له، فعرض عليها في قبال ذلك شيئا من الأغراض التي كانت معه مقابل ما أعطته إياه، فقالت له: لا ثمن لعمل الخير. نعم إخواني، مرت الأيام وأصيبت تلك المرأة بمرض عصبي نادر، دخلت على إثره المستشفى، وكان من ضمن الكادر الطبي هذا الشاب. خضعت هذه المرأة لإجراء العمليات، وكان هنالك ذلك الطبيب، لكنها لم تعرفه ولم تتذكر شكله، وبشكل غريب إخواني كان مشرفا على حالها وقام بكل ما في وسعه للعناية بها أملا في شفائها. نعم، مرت على هذه المرأة شهران من العمل الطبي المتواصل، بعدها نجح ذلك الشاب، ومن خلال ذلك الطبيب تم الشفاء التام لهذه المرأة وشفيت بحمد الله. وعندما اقترب موعد المغادرة من المشفى، جاءها أحد الممرضين وبيده تلك الفاتورة داخل ظرف، نظرت إلى زوجها الذي كان خائفا من الدخول في مشاكل قانونية بسبب الفاتورة الضخمة، لأنها كانت بالفعل قد أجرت عدة عمليات وبقيت هذه المدة، فسيكون هنالك نعم فاتورة كبيرة عليهما، لكنهما اضطرا للخضوع إخواني بعد هذا المرض العضال. ماذا فعلت؟ نعم، فتحت المرأة الظرف وهي مرعوبة لتجد فيها العبارة التالية: الفاتورة دفعت منذ سنوات، بين قوسين خال، كأس حليب. فنعم إخواني، يقول الشاعر: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.